بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة في مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي الجامعة الأردنية قسم الاقتصاد. نبدأ محاضرتنا من حيثما انتهينا خلال المحاضرة الماضية، وبدأنا خلال هذه المحاضرة يعني الحديث عن النظريات التي تفسر سلوك المستهلك، وقلنا أن هناك نظريتان تفسران سلوك المستهلك. النظرية الأولى هي النظرية المرتبطة بالمنفعة الحدية، والنظرية الثانية هي النظرية المرتبطة بالمنفعة الترتيبية أو الاندفرنس اناليسيس أو الاندفرنس كيرفز اناليسيس سميناها. We already started with the first theory describing the consumer behavior, the one with the marginal utility theory. وحكينا في هذه النظرية أن هناك افتراضات تبنى عليها هذه النظرية، و تحدثنا عن two basic concepts اللي هم عبارة عن الـ marginal utility والـ total utility. We already described the behavior of total utility function along with the behavior of marginal utility function. وتحدثنا عن كل هذه التفاصيل، وأخيرا قلنا العلاقة بين ميل منحنى الطلب ومفهوم نظرية المنفعة هذه. في الجزء المتبقي من هذه النظرية سأخصص للحديث عن الجزء الأهم، وهو الجزء المرتبط بتوازن المستهلك. What do you mean by consumer's equilibrium؟ المقصود بتوازن المستهلك أي نريد أن نحدد الكميات التي يجب على المستهلك أن يستهلكها من السلع والخدمات، والتي تعظم منفعته، يعني يصل فيها أو يحقق فيها إلى أقصى منفعة ممكنة في ظل الدخل المتاح. إذا لاحظتوا تحدثنا خلال المحاضرات الماضية فقط عن المنفعة وتعظيم المنفعة وعن الاستهلاك الرشيد والعقلاني للمستهلك وهذا السلوك الذي يجب أن يسعى إلى تعظيم المنفعة، لكن لم نتحدث أي شيء عن إمكانات. الآن نريد أن ندمج تفضيلات مع إمكانات، وأود أن أذكركم هنا بمفهوم الطلب الفعال. وقلنا هو عبارة عن الرغبة المقترنة بالقدرة على الدفع زائد التفضيل. فبالتالي إذا ما اقترنت الرغبة بالقدرة على الدفع وتفضيل المستهلك، هذا هو الجزء الأول الذي يلزم لتحليل توازن المستهلك. أما الجزء الثاني الذي يلزم لتحليل توازن المستهلك فهو إمكانات المستهلك. فبالتالي التوازن يتحقق عندما يحصل المستهلك على أقصى منفعة ممكنة، وهذا تم شرحه خلال الجزء الأول من هذا الشابتر، وهو كيف يمكن أو أين يصل المستهلك إلى أقصى إشباع وأقصى منفعة ممكنة من خلال الدالتين، دالة التوتال يوتيليتي والمارجنال يوتيليتي. فعندما يصل إلى أقصى منفعة ممكنة في ظل إمكانياته المتاحة. الآن لو سألنا حالنا سؤال، ما الذي يحدد إمكانيات المستهلك؟ ما يحدد إمكانيات المستهلك هما نقطتان أو عنصران: الدخل، دخل المستهلك، وأسعار السلع، أي أن سعر السلعة أو أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها والدخل المتاح سيكون أو سيكونان constraints، يعني الـ price and income will be constraints for consumer to select the consumption bundles أو consumption choice. فبالتالي خيار الاستهلاكي يحدد الأسعار والدخل. بحسب نظرية المنفعة الحدية، فإن استهلاك المستهلك أو المستهلك يحقق توازنه في استهلاكه عندما يحقق شرطان: الشرط الأول وهو الشرط الكافي، ثم الشرط الثاني وهو الشرط الضروري. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذين الشرطان مستخدمان في كثير من أفرع العلوم الإدارية الأخرى، كالأفرع المرتبطة ببحوث العمليات، هندسة الإنتاج، قضايا متعلقة بالاختيار الأوبتمايزيشن، وستأتي يعني حتما في كثير من العلوم الأخرى شروط وتحليل وميثودولوجي مشابهة تماما لما تم أو سيتم شرحه خلال توازن المستهلك وفقا لهذين الشرطان. الآن الشرطان اللي حكينا عنهم، الشرط الأول هو ما يسمى بالشرط الضروري. فبالتالي توازن المستهلك لابد أن يتحقق بتحقق شرطان، والشرطان هو عبارة عن chronological order. شو يعني chronological order؟ يعني ترتيب زمني. يجب أن يتحقق الشرط الأول بداية، ثم إذا ما حققنا الشرط الأول ننتقل للشرط الثاني. الشرط الأول ويسمى necessary condition، وهو تساوي المنفعة الحدية للإنفاق على جميع السلع المستهلكة، أي أن تتساوى المنفعة الحدية للإنفاق. لاحظ هون ظهر عندي مصطلح جديد اسمه المنفعة الحدية للإنفاق. كنا تحدثنا في المحاضرة الماضية عن فقط المنفعة الحدية، الآن مصطلح جديد اسمه المنفعة الحدية للإنفاق، Marginal Utility for Spending.
So بالتالي marginal utility for spending on all goods should be equal. هذا يعني أو يمكن تعبير عنه بمعادلة بسيطة على اعتبار أن المستهلك يستهلك سلعتين X و Y، فيتحقق الشرط الأول إذا تحققت هذه المعادلة البسيطة. أي لاحظ البسط هنا هو عبارة عن المنفعة الحدية للسلعة X، وبتتذكروا كيف كان سلوكها، قانون تناقص المنفعة الحدية، واللي هي تبدأ متزايدة ثم أقصى نقطة ثم تتناقص ثم صفر ثم تبدأ بالظهور بقيم سالبة مقسوم على سعر السلعة X. بالتالي هذا الفراكشن this is what we call it marginal utility for spending. يعني هذا الكسر البسط لوحده هو المنفعة الحدية للسلعة X أو من استهلاك السلعة X، إذا قسمناه على سعر السلعة X يصبح المنفعة الحدية للإنفاق على السلعة X، أو في بعض الكتب يسموه منفعة الدينار أو الدولار المنفقة على السلعة X، marginal utility per dollar or dinar spent on X. similarly في الطرف الأيمن هنا marginal utility per dollar spent on Y، أي منفعة الدينار المنفقة على شراء السلعة Y. فبالتالي يتحقق الشرط الأول إذا تساوت المنفعة للدينار المنفق على X أو الدينار المنفق على Y. يعني بعبارة أخرى كأني أقول إنه الدينار سواء اشتريت فيه سلعة X أو السلعة Y سيعطي للمستهلك نفس مقدار الإشباع. الآن لو كان الـ MUX over PX is greater than MUY over PY، يعني هذا أكبر من هذا، فهذا يعني you should buy more from X. يعني لأنه السلوك العقلاني يقتضي إذا كانت المنفعة الحدية للإنفاق على السلعة X أكبر، فهذا يعني يجب شراء السلعة X لأنها تعطي منفعة حدية أكبر. أما إذا كانت MUY divided by PY is greater than this, so you should spend your money on buying what? Buying Y. لكن متى نحقق شرط التوازن الأولي؟ عندما تتساوى المنفعة الحدية للإنفاق على السلعة X والسلعة Y بافتراض أن هناك فقط سلعتين يستهلكهما هذا المستهلك. الشرط الثاني، الآن إذا حققنا الشرط الأول تساوي المنفعة الحدية للإنفاق على جميع السلع، ننتقل we proceed للشرط الثاني وهو أن يكون مجموع إنفاق المستهلك على جميع السلع مستوعبا لكامل دخله المخصص للإنفاق الاستهلاكي، وهذا ما نسميه الشرط الكافي. This is what we call it guys sufficient condition. Sufficient condition يعني in other words you are spending all your income on the goods you are buying. يعني هذا يمكن تعبير عنه بالمعادلة التالية sufficient condition الشرط الكافي. طبعا راح يعني أظهر لكم في مثال رقمي كيف نحقق الشرط الأول في العديد من الحالات، ثم نبحث عن حالة واحدة فقط يتحقق بها الشرط الكافي. فبالتالي الشرط الأول قد يتحقق في حالات عدة، لكن الشرط الكافي يتحقق عادة في حالة واحدة بين هذه الحالات. الشرط هذا يعبر عنه ب ما المقصود بأن يكون إنفاق المستهلك على جميع السلع مستوعبا لكامل دخله. مرة أخرى بافتراض أن المستهلك يستهلك سلعتين فقط، فإن هذا يعني أن الكمية المشترى من X quantity of X times the price of X، يعني this is what you spent on X on buying X plus what you spent on buying Y اللي أنفقته على شراء Y هو quantity of Y ضرب سعر Y، هذا must equal what I income. فبالتالي إنه دخلك توزع على شراء X و Y، ما ضل معك جزء ما صرفته ولا الكميات أكبر من الدخل الذي لديك. هذا شرط التوازن الثاني، أي أن الدخل كامل مستوعب لكل السلع التي يمكن شرائها. هذه الشروط كما ذكرت يعني ستمر معك في كثير من مواد لاحقة في تخصصك. يعني مثلا في بعض الحالات إذا كنت أنت advertising manager مدير إعلانات وأعطيت budget to be spent on advertising purposes أو على إعلانات معينة، الآن يعني ستحاول أنت أن تجد الoptimal solution أنك هل نعلن في الراديو أم في التلفزيون أم على شبكة الإنترنت أم في الشوارع، ففي عندك وسائل مختلفة للإعلان، فبيصير في عندك هل نعلن هنا أكثر أم هناك أكثر. هذا الكلام بناء على البادجت اللي هي زي الإنكم هو عبارة عن allocation your resources to find the optimal solution. فبالتالي هو أيضا جزء يتبع ما نتحدث عنه في نظرية سلوك المستهلك، لكن يطبق على فروع ويعني مشاكل problems أخرى optimization problems في أفرع أخرى في العلوم الإدارية. طيب لجعل الأمور وأوضح يعني to make things clear guys let's consider numerical example.
من جدول المنفعة التالي يطلب بيان الوضع التوازني للمستهلك إذا علمت أن المستهلك ينفق دخله على استهلاك سلعتين A و B وأسعار كلتا السلعتين والدخل هي معطاة كما يلي: سعر السلعة A يساوي دينار، سعر السلعة B يساوي دينارين، والدخل المخصص للإنفاق على هاتين السلعتين يساوي 20 دينار. في بعض الحالات نقول دخل مخصص لأنه ممكن الشخص ما بينفق كل دخله كامل دخله على كل على سلع معينة أو على سلعة A و B مثلا، قد يكون هناك دخل مخصص، يعني ممكن أنا أخصص مثلا 50 دينار شهري to be spent on telecommunication services على خدمات الاتصالات، في 50 دينار أنا مخصصها، فهي معنى الدخل المخصص للإنفاق على جميع السلع. طيب الآن معطى جدول المنفعة التالي، لاحظ أنا معطيك هاي المعلومات وأنا مبلش من اليسار، لاحظ اللي بالأحمر أنا حاله، يعني السؤال هذا محلول لك، فبالتالي أنا معطيك كمية من السلعة A وهي من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 هاي number of units consumed from good A، وعندي good B اللي هو من 1 إلى 12 1 to 12 again. I'm also given to you marginal utility للسلعة A ومarginal utility للسلعة B. أنا إذا بتلاحظ مختصر عليك نقطة أو خطوة، الآن لو معطيك TU يعني quantity of A مع عمود TU لازم تحسب الMU، لاحظ أنه لأنه هذا بلزمنا في الشرط الأول المنفعة الحدية للإنفاق على جميع السلع تتساوى، فبالتالي أنا مختصر عليك طريقة فمعطيك الquantity مع المarginal utility إلها مباشرة والquantity مع المarginal utility إلها مباشرة. خليني بس قبل ما أكمل، الآن يطلب بيان الوضع التوازني للمستهلك. شو يعني وضع التوازن للمستهلك؟ يعني لازم تحقق الشرط الأول والشرط الثاني ثم الشرط الثاني وتعطيني كم يجب أن يستهلك المستهلك من السلعة A كمية ومن السلعة B كمية. يعني what do you mean by consumers equilibrium? It means that you need to determine the quantity to be consumed, the optimal quantity to be consumed from A and B simultaneously based on the two conditions we had. Necessary condition, then sufficient condition. بالله سؤال سريع ممكن يكون هنا، مثلا أنا لو سألتك عن التوتال يوتيليتي لاستهلاك ثلاث وحدات من السلعة A، أنا معطيك marginal utility، بدك تجمع 28 إذا سألتك عن التوتال يوتيليتي of consuming 3 units of A، 28 30 و2 و30 يعني بيطلع الجواب 90، فبتحكي المنفعة الكلية لاستهلاك ثلاث وحدات من A هو 90 اللي هو 32 و30 62 و28 يساوي 90، تمام؟ فهي المنفعة الحدية المنفعة الكلية. ما هي المنفعة الحدية لاستهلاك الوحدة الثالثة الثيرد يونت؟ 28 بس. يعني إذا أعطيت المارجن يوتيليتي تقدر بسهولة تحسب التوتال يوتيليتي من الجدول. طيب إحنا مش مطلوب منا هذا الكلام، المطلوب هو فقط الآن تحديد الوضع التوازني لهذا المستهلك. لحساب الوضع التوازني خليني أرجع معك للشروط. الشرط الأول تساوي المنفعة الحدية، فرح نقسم كل منفعة حدية على سعرها سعر السلعة وكل منفعة حدية على سعرها ونجد وين تساوت المنفعة الحدية للإنفاق لجميع السلعة، وهذا يمكن تحديده كما يلي. الآن حسبت عمود هون، ضفت عمودين، المنفعة الحدية للإنفاق على السلعة X which is marginal utility of X divided by the price of X. Price of X is given 1. Or remember, price of Y is 2. So we need these two numbers to find MUA divided by PA and MUB divided by PB. هذا الكلام الآن بيطلع معنا العمود هذا نفسه هذا العمود، ليش؟ لأنه هذا مقسوم على 1، 32 divided by 1، 30 divided by 1 يساوي 32، 30 divided by 1 30، 28 تقسيم 1 28. So we are going to have the same column as this. Right? المنفعة الحدية للإنفاق على السلعة B هو عبارة عن حاصل قسمة marginal utility of B divided by marginal utility of B divided by يعني هذا المقدار divided by 2 سوري هذا المقدار
divided by 2 ويساوي 22. هذا المقدار divided by 2 20. هذا المقدار مقسوم على 2 18. من وين جبنا 2؟ الاثنين جبناها من سعر price of B، سلعة B. صف عندي عمودين يسمى المنفعة الحدية للإنفاق على السلعة A، المنفعة الحدية للإنفاق على السلعة B. الآن نبدأ بالبحث عن تحقق الشرط الأول 32. نمسكها رقم رقم، هل في 32 بالعمود هون؟ لا. 30 ما في، 28 ما في، 22 موجود، فحط تحتها خط زي ما أنا حاط خط خط. شو معنى هذا الكلام؟ أنه تساوت، مش بالضروري يكونوا مقابل بعض، بس أنه في تساوي 22 مع 22، أي أن تساوت المنفعة الحدية للإنفاق. لما اشتريت المنفعة الحدية للدينار اللي اشتريت فيه، لاحظ سلعة A، 6 وحدات من A أعطاني نفس المنفعة الحدية لما اشتري فيه وحدة واحدة من B. 20 كذلك تساوت مع 20، فالمنفعة الحدية لشراء 7 وحدات من A تساوي المنفعة الحدية تماما لشراء وحدتين من B. 16 16، 15 15، 14. فصف عندي 1 2 3 4 5 6 7، سبع حالات تساوت فيها المنفعة الحدية للإنفاق على السلعة A وB، أي تحقق بها الشرط الضروري، الشرط الأول. سأبحث الآن بين هذه السبع حالات عن حالة واحدة فقط يتحقق بها الشرط الكافي، وعندها يتحدى التوازن المستهلك. يعني لو سألتك شو معنى 15 هون، 15 هون يعني شراء أو تكلفة الدينار لشراء 9 وحدات من A ستعطيني تماما تكلفة الدينار إذا كان منفق على شراء 7 وحدات من B. If you spent your dinar or dollar buying 9 units from A, you will get the same utility as you buy 7 units from B. Right? طيب الآن بلش نجرب كما يلي. نيجي عند الحالة 22، هاي الحالة 22، ومنحقق الشرط الثاني هذا. نضرب الكمية مقابل 22 قديش بسعر X، والكمية مقابل 22 لY بسعر Y، هل تساوي الدخل؟ أنا هستخدم المعطى اللي هون إنه I تساوي 20. فبالتالي نبلش نجرب 22، 6 ضرب 1 زائد 1 ضرب 2 هل يساوي 20؟ يعني هل إنه إنفاق المستهلك على جميع السلع مستوعبا لكامل دخله عند هذا الخيار؟ بنشوف من وين جبنا هاي الستة. هلا عند 22، عند 22 هيها اللي هو الكوانتيتي اوف A 6 ضرب سعر A 1، ف6 ضرب 1، وال22 يساوي من كوانتيتي A من كوانتيتي B 1 ضرب 2. فبالتالي عشان هيك صفت 6 ضرب 1، ال6 اللي هي كوانتيتي اوف A ضرب برايس اوف A زائد كوانتيتي اوف B ضرب برايس اوف B، هل يساوي 20؟ لا. بنضل نجرب كل الحالات لنوصل للحالة 16 اللي هي هاي الحالة 16. عند 16 8 ضرب 1 اللي هي quantity of A ضرب سعر A زائد quantity of B ضرب price of B يساوي 20. إذن هذه هي الحالة التي تحقق التوازن. إذا كملت الحالات الأخرى لن تجد حالة تحقق التوازن في ضوء المعطيات أنه دخل المستهلك فقط 20. إذن الحل يحقق هذا المستهلك توازنه عندما يستهلك 8 وحدات من السلعة A و6 وحدات من السلعة B، أي يتحقق توازنه في ضمن المعطيات اللي عنده من أسعار ودخل يعني متحقق عندما يستهلك 8 من A و6 من B. طيب ارجع حل السؤال نفسه، إذا غيرنا مقدار الدخل ل 25، يعني إذا على فرض أن دخل المستهلك ارتفع وأصبح بدل I تساوي 20 I تساوي 25، ارجع حل. لاحظ هتختلف أو هيختلف الجواب الوضع التوازني، لكن الخطوة الأولى هتبقى نفس الشيء لأن أنا ما غيرت الأسعار. طيب سؤال آخر، لو أنا وجدت في الحالات ولا حالة تتطابق مع الرقم 20، بتأخذ أقرب حالة أقل. يعني لو كان في عندك 19 فبأخذ 19 على اعتبار، أما لا تأخذ الحالة الأكبر، لأنه أي حالة أكبر يعني طلع مع الكميات أكبر من 20، هاي المعادلة معناته هاي unaffordable أو خارج إمكانات
إمكاناتي الشرائية، فلا يمكن شرائها في ظل الدخل والأسعار المعطاة. ارجع حله بافتراض أنه 25، وارجع حل السؤال إذا بدك بافتراض أنك غيرت سعر A بدل دينار صار دينارين، فصار دينارين وسعر B كمان دينارين، وخلي الدخل 20، راح يتغير أيضا الحل. نختم المحاضرة اليوم بمثال أو تمرين إضافي راح أتركه لكم تحلوه في البيت. الجدول التالي هو جدول المنفعة للمستهلك، وبفرض أن دخل المستهلك المخصص للإنفاق على السلعتين X و Y هو 16 دينار في اليوم، فالآي تساوي 16 جي دي، وأن ثمن السلعة X يساوي 4 دنانير، وثمن السلعة Y يساوي دينارين. المطلوب إكمال الجدول وتحديد وضع توازن المستهلك والكميات التي يستهلكها من السلعتين والتي تحقق أو يتحقق عندها شرط التوازن أو شروط التوازن الاثنين، يعني ترجع تقول لي كم يجب أن يستهلك هذا المستهلك من السلعتين. الجدول هو معطى لك بهذه الطريقة. لاحظ أنا غيرت شوي اللي آوت حتى بس تعرف طريقة الحل. أنا معطيك الكوانتيتي من 1 إلى 5، التيو 20 38 54 68 80. بدك تحسب المارجن يوتيليتي اللي هي عبارة عن دلتا على دلتا دلتا على دلتا زي ما حليناها في المحاضرة الماضية، وثم المنفعة الحدية للإنفاق ميو إكس على بي إكس، بيطلع عندك هنا أيضا عمود آخر نفس الشيء ل واي ميو واي وبعدها ميو واي على بي واي، بعدها بتشوف وين تساوي وبتحقق الشرط الضروري ثم الشرط الكافي. بهذا نكون أعزائي الطلبة قد أنهينا النظرية الأولى التي تفسر سلوك المستهلك وهي نظرية المنفعة الحدية، وسنبدأ خلال اللقاء القادم إن شاء الله بنظرية تحليل السواء، وهي نظرية حقيقة تعتمد بشكل كبير على هذه النظرية، فلا بد من فهم هذه النظرية وأن تمرس نفسك على حل أسئلة رقمية بمثل هذا الجدول والجدول السابق، لأنه حتى في أسئلة الامتحان سيكون هناك أسئلة على المنفعة الحدية وإيجاد الوضع التوازني لمستهلك ما بناء على نفس هذه المعطيات دخل وأسعار. أتمنى لكم جميعا التوفيق.